السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنقدم لكم طريقة تحضير فطيرة بالبصل والجبن. نمروا المقادير إن شاء الله. أولا غنحتاج لأربعة الحبات ديال البصل كبار اللي قشرتهم وقطعتهم إلى شرائح رقيقة، عجينة ديال الفطيرة المالحة اللي سبق لي حضرتها، والرابط غادي نحطو لكم تحت الفيديو باش تشوفوا الطريقة. خمسة ديال ريوس الثوم اللي قشرتهم وحكيتهم، 160 غرام ديال الفروماج الاحمر محكوك، او يمكن لكم تستبدلوه باي نوع كيعجبكم ديال الفروماج. 6 ديال معالق كبار ديال المعدنوس مقطعين رقاق، 6 ديال معالق كبار زيت زيتون، نصف ملعقه صغيره ابزار، نصف ملعقه صغيره سكينجبير، الملح. نمروا الطريقه ديال التحضير ان شاء الله. اولا فوق نار هادئه غادي نحطوا مقلاه وغادي نضيفوا عليها الزيت، نخليوه يسخن شوية، غادي نضيفو عليه البصل والثوم وغنشحروهم لمدة ديال 5 دقائق، عاد غنضيفو عليهم الإبزار والملح والسكينجبير. من بعد غادي نبقاو نحركو فيها تتهبط لينا البصلة لمدة ديال 10 دقائق أخرى. من بعد غادي نطفيو على النار وغادي نضيفو المعدنوس والفرماج المحكوك، غادي نخلطوهم مزيان. من بعد فوق من المكان ديال العمل غادي نرشو بشويه ديال الفورس، وغادي ناخذ العجينه ديالنا ونقسموها لقطعتين، وغادي نقادوها على شكل دائره بالمدلك. ومن بعد غادي ناخذ اللاطه ديالتنا ديال الفطيره اللي سبق لي دهنتها بالزبده، وغنوضعوا فيها العجينه على نفس الشكل اللي كاين في الصور، وغادي ناخذ الحشوه وغنعمروها بها. من بعد غناخذ النصف الثاني ديال العجينه غادي نضيفوه من الفوق، وغادي نسدوه من جناب بشويه بالصبيعات ديالنا باش نيفيتيو انه الحشوه ديالنا تخرج لينا في الوقت اللي غادي تكون كطيب في الفرن. من بعد ما كملنا غادي ناخذ اللاطه وندخلوها للفرن ونخليو كل شيء طيب في درجه ديال الحراره ديال 220 دغري سيليسيوس لمده 20 دقيقه. قبل من هادشي خاص يكون الفرن سبق لكم شعلتوه وخليتوه حتى يسخن. يمكن لكم تقدموا هاد الوصفه بارده او ساخنه. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه اخرى.